أول فقراتنا حنروح فيها للمساحة القانونية. اليوم السجل التجاري هو حديث الشارع والشغل الشاغل لكثير من الناس. اليوم بمساحتنا القانونية حنجاوب على أسئلة كثير بتخص السجل التجاري. اليوم نحن كيف قادرين نحصل على هذا السجل؟ شو هي الأوراق المطلوبة؟ وشو ممكن اليوم أنا بعد حصولي على هذا السجل إني أقدر أشتغل من خلاله؟ أكيد هدول الأسئلة واستفسارات أخرى حيجاوبنا عليها الأستاذ أحمد دعبول، المحامي أحمد دعبول. بيقول لك صباح الخير لحضرتك. صباحكم الخير. كيفك اليوم؟ تسلمي لي خلي لي اياك يا رب. اهلا فيك يا رب. يسعد صباحك استاذ احمد. يعني اليوم نسمع عن السجل التجاري وبنعرف انه في انواع متعدده، خلينا نبلش نعرف شو هو السجل التجاري وانواعه. هلا بدايه السجل التجاري هو دفتر يدون فيه من خلال تابع لوزاره التجاره والاقتصاد، يدون فيه كافه نشاطات تجاريه التابعه لفرد، سواء كان شخص طبيعي او شخص اعتباري او مؤسسه او شركه اللي هي بيكون لها شخصيه اعتباريه. السجل التجاري خلينا نحكي احنا بشكل يعني يكون مفهوم لعموم الناس غير المختصين قانونيا. السجل التجاري لما بيتقدم هو عمليا هو فعل اداري، عمل اداري حتى تحصر الدوله النشاطات التجاريه اللي قد تساهم سواء بتحصيل الضريبة أو تقديم التسهيلات لممارسة أعمال تجارية مختلفة وأي عمل ممكن يحقق ربح. طبعا هون ما حكيت أنه في أنواع، أحيانا يستلزم السجل التجاري للشركات المدنية اللي ممكن هي ما تكون إلى تحقيق ربح، لكن فقط مثل ما حكيت أنا لعمل إداري لحصر الأعمال والنشاطات القائمة في الدولة اللي ممكن نحن نقدم لها أو نتعاون فيها أو نسوي إحصاء عليها أو مو هي شو هي الممارسات اللي عم تتم. بيختص فيها أمين السجل التجاري بكل محافظة من المحافظات ليتم تنظيم هالعمل بشكل حقيقي بشكل فعلي، يتم تنظيمه حتى يتم حصر كافة النشاطات التجارية والفعاليات التجارية القائمة بهالمجال هذا. تمام، هلأ خلينا نستغل وجودك معنا اليوم ونضوي على نقطة كتير مهمة. مثل ما قلنا بالمقدمة هي حديث الشارع السوري هالكم نهار سجل تمام. تجاري. خلينا أول شيء نقدر نميز شو هو السجل الممتاز والدرجة الثالثة الثانية، يعني الدرجات الأولى اللي كانت ضمن الاستبعاد، وشو هو اليوم الغير مستبعد وهي الدرجة الرابعة، بس كرمال يعني نعطي معلومة لك لحد عم يشوفنا صحيح. اليوم هلأ السجل التجاري من حيث المجمل بداية هو سجل عام تمام. كل شخص بده يمارس العمل التجاري ألزم القانون، قانون سجل التجاري وقانون التجارة اللي بينظم الأعمال التجارية بشكل تام بالتسجيل السجل التجاري. توزع سجل التجاري أو مقسم إلى عدة فئات، الفئات الممتازة هن كبار الدخل أو الشركات العامة أو المصارف أو البنوك أو فئة ثانية اللي هن أقل استثمار، ممكن مستوردين مصدرين الفئة هي. الثالثة اللي هي ممكن يكون شخص بيمارس العمل التجاري، لأنه نحن حتى على مستوى سوبر ماركت على مستوى أي محل كان مهما كان صغر أو كبر، مساحة صغرت أو كبرت، ممكن نعرف في محلات مثلا ممكن تكون بالشام مساحتها 6 متر مثلا، محل عطور، محل عرض، أيا كان يستحق سجل تجاري. في عالم فتحوا السجل التجاري أحيانا يعني لظروف قد لا تكون ممارسة العمل التجاري، يعني سمرت تماما، يعني كان من اهم الشروط اليوم انا اقدر طالع قرض يكون معي سجل تجاري صحيح او عقاري اللي هو هلا مرت فتره بلبنان طلبوا انه اللي بده يسافر على لبنان بده يتم السفر من دون فيزا طلبوا فتح سجل تجاري، هو غير مستخدم حقيقه لهون. هي العالم اللي ضجت فيها انه انا عندي سجل تجاري لكن انا لا امارس عمل تجاره، يعني كثير نحن بنلاقي يعني في نسبه كبيره خليني اقول 25 او 30% يكون عندهم سجلات تجاريه لكن هن عمليا هن موظفين أو متقاعدين عم يمارسوا العمل التجاري، لكن هو حقيقة ليس عمل تجارة بشكل حقيقي، ليس عمل تجارة بشكل ربحي وفوائد كبيرة وأرباح تقدر بالملايين. يعني على مستوى إذا واحد فتح سوبر ماركت لبيع أدوات الغذائية المواد الغذائية القصص، هو مستلزم سجل تجاري بالقانون. بالفترة الأخيرة أيضا المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر صحيح اللي تم تشجيعها أيضا تحتاج لسجل تجاري طبعاً. وبرئاسة مجلس الوزراء بآخر جلسة صرحوا أنه المشاريع الصغيرة متناهية الصغر ما إلها علاقة تماماً اللي رح ينسحب منهم الدعم. فخلينا نحكي تفاصيل أكثر اليوم الأوراق المطلوبة للسجل طبعاً. التجاري وما هو السجل التجاري أو القيمة اللي بتعطيه لحتى يصبح سجل تجاري جيد أو ممتاز أو خلينا تمام. نقول يعني يحتسب بأنه صاحبه أصبح تاجر مثل ما بيقولوا وبالتالي يسحب منه الدعم أو ما إلى ذلك. هلا هون خلينا نميز بقسطين، التاجر هو كل شخص احترف مهنة التجارة، لكن القانون حتى تطفى عليه صفة التاجر ألزمه بفتح سجل تجاري، لكن ممكن إثبات العكس، يعني لو كان شخص عنده سجل تجاري لا تطفى عليه صفة التاجر، صفة بالنهاية التجارة والخاضع لقانون التجارة في كثير تسهيلات في كثير أمور
حسب المهنة اللي عم بيمارسها. عفوا طبعا حسب المهنة اللي عم يمارسها، لأنه لكن كل تاجر ألزم القانون فتح سجل تجاري، لكن كل ليس كل شخص لديه سجل تجاري هو تاجر، لأنه بالأساس لو أنا فتحت سجل تجاري لا يدفع علي صفة التاجر إلا عند القيام بممارسة واحتراف عمل التجارة، الهدف منها هو هدف ربحي وتحقيق أرباح. الأوراق المطلوبة لسجل التجاري اللي احنا عندنا صراحة هي يعني تحسب لوزارة التجارة والاقتصاد، هي ليست بالأمور المعقدة. فتح سجل تجاري بيتمكن أي شخص لسبب هذا ضجة العالم، أي شخص أنا فيني أفتح سجل تجاري، يستلزم فقط صورة على الهوية الشخصية، مكان العمل اللي هي قد يكون سواء ملك المحل أو المشروع مع الوكالة إذا كان شخص عم يقدم عنه شخص وكيل عنه، أو عقد إيجار إذا لم يكن ملك، زائد عقد إنه إذا كان في شركاء، إذا كان شركة عقد التأسيس، قد يكون شخص واحد. خلينا نحكي اللي هي حريص الشارع حاليا اللي هو شخص واحد عم يروح عم يحط هويته الشخصية، عقد الإيجار في حال كان مستأجر، البيان عن نشاط تجاري اللي عم يمارسه بيحصل بيقدم بدفع رسوم معينة بيتم مطابقتها بحيث الموظف المختص لمطابقة ومصادقة هي الأوراق اللي هي صحيحة اللي هي حقيقية اللي هي مزورة، ثم بتتحول إلى سجل أمين السجل التجاري ليتم استصدار سجل تجاري. هي عملية ما أنا معقدة وغير مكلفة صراحة، عملية سجل تجاري. لكن لما تم الاستبعاد بدعم بالبطاقة الذكية عن سجل تجاري، هون صار بضجة أنه فعلا هي ليس كل شخص يملك سجل تجاري هو تاجر بالمعنى الحقيقي. تمام. حتى بالبيت الواحد بيكون أكثر من شخص عنده هذا السجل، وكمان شمل القانون هذا البند، يعني أحيان بيكون شراكة. صح يعني صح السجل ممكن. عبارة عن شراكة بين اثنين، وكثير مهم الفكرة اللي حكيناها أنه كثير ناس طلعته كرمال تقدر تطلع قرض، لأنه كان أحد شروط أنك اليوم تطلع القرض تكون حامل هذا السجل. طلعنا السجل، طلعنا القرض، سكرناه ونسيناه، يعني في ناس إلى معها 15-20 سنة وهي ما بقي أصلاً نسياني شو رقمه، وغير ممارسة للعمل التجاري. يعني لما طبقت آلية الاستبعاد أنا يعني من حيث الفكرة العامة والمبدأ العام هي فعلاً توجيه الدعم إلى مستحقيه. الشخص التاجر اللي عم يختلف أسعار الصرف مثلاً عم بيؤدي إلى زيادة سعر السلع وزيادة سعر البضائع أو الاستيراد أو التصدير حسب سعر الصرف اللي عم تحدده الدولة. كل شخص عم بيواكب التغيرات بالعملة السورية باستثناء الموظف. طب الموظف اللي هو فعلاً عنده سجل تجاري اللي عنده لسبب ما، أو كان ما بنطرق نحن نغير موضوع سيارة أو هالقصص هيك، هذا هو ليس لازم استبعاد الدعم. هي مثل ما يعني صرحت الوزارة هو خطأ في تطبيق الآلية المعينة، لكن من حيث المبدأ العام هو فعلا بيتم توجيهه إلى مستحقيه، لأنه كل شخص يحترف من التجارة. نحن نعرف من التجارة هي من المهن المالية الكبيرة اللي بتعود الربح كبير إلى حد، لكن هذا الشيء بينطبق على أصحاب التجارات الفعلا العظمى أو التجارات الكبيرة، تجارات ليس على مستوى صاحب سوبر ماركت أو صاحب محل أو صاحب بقالية ليطبق عليه الاستبعاد دعم أو كونه مالك سجل تجاري. نعم. كمان أستاذ أحمد خلينا نحكي شوي ونفصل. اليوم في عنا سجل تجاري وسجل عقاري. طبعا. شو الفرق بين الاثنين وآلية العمل أو استخراج مثل هاي السجلات؟ تمام. هلأ السجل التجاري رغم أنه تشابه التسمي لكن هو مختلف اختلاف جذري عن السجل العقاري. السجل التجاري هو أي شخص عند استصدار الوثائق المطلوبة بإمكانه استصدار سجل تجاري. السجل العقاري هو شيء مختلف تماما. السجل العقاري هي دائرة من دوائر الدولة اللي خلينا نسميها المصالح العقارية أو الطابو الاسم المتعارف عليه. هي أي شخص يملك عقار سواء كان سكني كان تجاري كان أرض كان منزل كان أي بيتسجل بالسجل العقاري، ما له علاقة مفهوم. وأنا أي شخص فيه يروح يطلب أنه أنا بدي يصير عندي سجل عقاري، لا. إذا أنت مالك واستوفيت وسائل انتقال الملكية هي قد تكون إرثا قد تكون شراء قد تكون هبة قد تكون حكم محكمة قد تكون الأسباب المتعينة لاكتساب الملكية، هون لحاله ديناميكيا الدولة بتكون بالعملية السجل العقاري بتم تسجيله في السجل العقاري لاستصدار إخراج قيد عقاري باسم المالك. طبعا هذا الشيء بيتضمن يعني هو حفظ حق الشخص بداية وحق الغير. يعني أنا كشخص أنا أملك اشتريت عقار، أنا بس مجرد أتممت عملية الشراء دفع المبلغ نزل هو معي على مكتب التوثيق العقاري وثقنا هالعقد ديناميكيا ينتقل إلى اسم العقار. هون حفظ حقي أنا بالملكية لأنا صار في عندي هالعقار هذا بدوائر الدولة مسجل باسمي، وحفظ حق الغير. كيف؟ في حال وقوع أي شيء على هذا العقار، في حال أنا بدي بيعه أي شخص في روح يستصدر إخراج قيد عقاري للعقار لابين في حال الوجود إشارات دعوة حجوزات رهون قروض أيا كان موجودة تماما. هل أنا بوجود أنا مجرد وجود اسم بيع أنا عقار كامل، لكن هو لما أنا بروح طلع إخراج قيد عقاري يبين أنا مالك حصة
وليس مالك العقار. مالك حصة سهمية من العقار، قد أكون أنا مالكه بموجب شراكة مع أشخاص اشترينا سوا، أو قد أكون مالك له بموجب انتقال إرثي إلي، بكون مالك على الشيوع. هي اللي بيختلف عن السجل العقاري، اللي هي حفظ حق المالك وحفظ حق الغير في الحق المضمون. تمام، اليوم بدنا نوضح فكرة. اليوم إذا أي حدا حب يروح ويعمل هذا السجل يقدم وراءه، في بند كتير مهم وهو إيداع مبلغ كتير كبير من المصاري بالبنك. مفسر اليوم قانون جديد، ليش شمل هاي الخطوة؟ التجاري ولا العقاري؟ بشكل عام. هلأ التجاري ما طلب الموجود المبلغ، العقاري طلب، هي السبب الأساسي لوضع هذا البند اللي هي يعتبر بمثابة التعليمات أو صدر، هي التهرب الضريبي من يعني السجل. تمام، بسجل العقاري لما انا عم روح انا عم ادي الى نقل ملكيه عقار، منزل، ارض، لما انا عم روح للاسف الغالبيه العظمى، ونحن حكيناها كثير بحلقات سابقه، عم يلجأوا للتهرب الضريبي عن طريق وضع بعقد البيع الثمن المتفق عليه. مع انه للاسف صح انت عم تتهرب ضريبي، هي يعني بنوجهها نصيحه لكافه اللي عم يتعاملوا، بائع كان او شاري، انه صح انت عم تتهرب ضريبيا من الدوله. طبعا وحاليا التغت بعد صدور قانون البيوع العقارية اللي صار في عنا تحديد قيمة رائجية للعقارات، التغت هالقصة هي. لكن حتى فيما سبق انت عم تتهرب من مبلغ 100,000 ليرة، مليون ليرة اللي هو كان الضريبة، ورغم هي نحن لحد الآن ولا زالت، وحتى بعد صدور قانون البيوع العقارية لازالت الضريبة على العقارات وعلى عمليات البيع والشراء لازالت مقارنة بالدول الثانية جدا منخفضة. لكن نحن بتلاقي الواحد انه قد ما كان المبلغ انه انا ماني مضطر ادفع. هي ثقافة صراحة، خلينا نحكي ثقافة قانونية وثقافة مجتمعية، انه انا ماني مضطر ادفع المصاري هذول، انا فيني اشتري فيهم الاولاد. لا، هي بالدرجة الاولى قبل ما تقول انه هي حق الدولة، هي حقك انت عم تضمن عملية البيع والشراء، بائع وشاري. لانه عم في حال وصول او حدوث اي اشكال قانوني ما بين البائع والشاري، الطرفين فيهم يستفادوا من عبارة متفق عليه. الشاري فيه يدعي انه هو دفع كامل الثمن، والبائع فيه يدعي انه ما قبض ولا ثمن. صح. يعني هي سيف ذو حدين، في يلعب على البائع وفي يلعب على الشاري. لهالسبب هذا انا صح عم ادفع مبلغ كضريبه، لكن هذا الشيء انا عم يضمن لي حقي كبائع اني اقبض كامل الثمن. لما بحط انا سعر 100 مليون ليره سوريه، عم يضمن ان انا حصل كامل الثمن، وكشاري انا باعتبار دفعت 100 مليون ليره سوريه اضمن حق انه انا المصاري اللي دفعتها هي لم تذهب هباء منثورا، لانه فعلا تحقق الشيء اللي التزمت فيه انا. لكن بعد صدور قانون البيوع العقارية صار في عنا تحديد، هي الإيداع مبلغ بالبنك كدليل على أنه تحويل مبلغ من البائع إلى الشاري وليست عملية وهمية، إضافة إلى القيمة الرائجة اللي عم تحول المالية. قيمته كبيرة كمان هذا المبلغ؟ 5 مليون. حلو. 5 مليون بالعقارات والسيارات حددوها بمبلغ إشعار بنكي يتم تحويل بين حسابات. وتستلزم يعني عند عملية الفراغ بالمصالح العقارية أو مديرية النقل إذا كانت مركبة، احضار صوره عن الاشعار البنكي اللي من الشاري الى البائع. لكن بعد صدور قانون البيوع العقاريه صارت تتحول اضباره بشكل كامل، حتى لو كان عن غير طريق الفراغ النظامي. خلينا نحط انه في عالم كثير عم تجينا تساؤلات نحن كمحامين، انه انا ما بدي اتهرب انا من القيمه الرائجه، انا بدي اساوي حكم محكمه للمنزل تبعي، انا ما بدي اروح انا افرغ بشكل تام. حتى لما عم تلجئ انت لحكم محكمه، القاضي قبل صدور الحكم عم يستلزم إحالته إلى المالية وإلى الدوائر المختصة لاستيفاء رسم الضريبة والقيمة الرائجة للعقار أو الشيء المباع. يعني هي كانت المفروض أنه هي تفيد بإعادة تسعير السوق وتساهم شوي بتخفيض الأسعار اللي هي عم بتكون كتير عالية، ولكن حتى الآن لسه ما أتت. لا لا، هون موضوع أنا برأيي شيء مختلف. إيه بس ما أتت لسه بال صح بي صح بي تماماً بهذا الخصوص. تماماً. خلينا نرجع للسجل التجاري. اليوم في كثير ناس بتسأل، هل إذا أنا غيرت العمل أو العقار اللي أنا اللي موجودة فيه أو الشركة، هل السجل التجاري بضل ثابت ولا بيتغير مع تغييري للمكان؟ هلا هون الشخص الذي قام باستصدار السجل التجاري ملزم بحكم القانون بتعديل أي تغيير يطرأ على السجل اللي تقام باصداره اولا. انا مثل ما حكيت اول شيء، لما عم طالع سجل تجاري احنا عم نحط اسم الشخص في حال كان فرد، عم نحط اسم المؤسسه في حال كانت مؤسسه، عم نحط اسماء الشركاء في حال كانوا شركه. لما انا عم يطلع احد الشركاء من الشركه، انا ملزم بالتعديل امام قانون سجل تجاري. لما انا عم غير المقر العمل تبعي، انا ملزم بتعديله امام امين السجل التجاري ودار السجل التجاري. لما انا عم غير نوع التجاره، عم كبرها او عم صغرها، كمان انا ملزم، لانه مثل ما حكيت انا
هو ضمان الحق الشخص وضمان حق الغير، لأنه أنا أي شخص أنا عم أتعامل كمستورد أو كمصدر أو كبائع مع شخص، أنا لازم يكون عندك سجل تجاري. أنا هون لحالي فيني أضمن، بروح على دائرة سجل تجاري، بعطي الاسم بيعطيني سجل تجاري، الأمور موثقة، وين مقره، شو عمله، شو مجال تجارته، شو مجال نشاطه التجاري، اللي بيضمن حق صاحب السجل التجاري والآخر متعامل معه. تمام. طيب اليوم أنا إذا حبيت إنهي هذا السجل، شو هي الخطوات؟ يعني أنا ماني عم بشتغل في شيء، وكرمال ما يصير قوانين جديدة تستدعي إنه أنا بيوم من الأيام أروح أدفع كل الضرائب عن سنوات اللي أنا أصلاً ما بعرف شو رقمه. تمام. هلا هون هلا في حال انا ما كنت بعرف شو رقمه، انا بستلزم يعني بده شوي يتعذب القصه شوي، بس من الواحد يلاقيه يعني بدار سجل تجاري، بس يتذكر العام، يتذكر الاسم طبعا، يحطهم بيطلع سجل تجاري تبعه. نفس اليه التسجيل هي اليه الالغاء، انا بروح بقدم بيان انا، لكن في حال كنت انا فرد لحالي انا بقدم بيان شركاء، بدون يقدموا الشركاء او الوكيل القانوني تبعهم انه انا هذا نشاط تجاري تم اغلاقه، لانه كل عمليه بتتم هي ملزم تسجيلها، فقد يكون احيانا الشركه بتعرض للافلاس، فهي كمان ملزم الاشخاص انه ياخذوا القرار الافلاس ويحطوه بسجل تجاري حتى يكون الغير عندهم علم انه هي الشركه هي افلست، ما عندها راس المال او النشاط اللي عم تكون فيه كما سبق. ملزم الشخص في حال الغاء رغبته بإلغاء سجل تجاري بالذهاب إلى سجل تجاري وتبيان الوضع الحقيقي له ومطالب بإلغاء سجل تجاري. في مصاري، في دفع مصاري، طبعاً في رسوم، كل شيء في رسوم طبعاً سنوات. طبعاً طبعاً يعني هي حق الدولة، إذا كان أنا عمارس العمل التجاري، يعني إحنا خلينا نقول ما بدنا نحن نطرح حالي شاذ، خلينا نقول نحكي عن الفئات استثنائية الرابعة، خلينا نحكي عن الفئة الرابعة يعني اللي هي ما نعم تشتغل ضمن هذا السجل. هلا هون حدث خطأ، فلنقول أنا طلعت سجل تجاري، أنا كأحد الأشخاص من الفئة الرابعة طلعت سجل تجاري وما اشتغلت فيه من 15 سنة، ممكن حالة حقيقية وصارت فعلا موجودة بالمجتمع، لكن احنا بدل ما نناقش الحالة هي، طب أنا فعلا كحق الدولي أنا مثل ما أنا بدي أبحث عن حقي أنا كفرد، أنا وين حق الدولة؟ معناته أنا إذا بدي فورا الغيله والغيله كافة الضرائب والغيله كافة الرسوم والغيله كافة، ممكن يجيني أنا بقى كل شيء في تجار ويقولوا أنا كمان فاتح بس ماني عم اشتغل. بقى الخطأ هو من مين صار؟ هو الخطأ من الفرد، صح، وتحمل المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الشخصية والمسؤولية الفردية، انه انت فتحت سجل تجاري لمدة عام عامين ايا كانت المدة، التغى، روح الغي، ما هي مسؤوليتك انت عدم الغاء سجل تجاري. لما الدولة بدها تطالب فعلا بانا الضرائب المتحققة نتيجة الحصول على سجل تجاري لمدة كبيرة، بقى ممكن هذا صار ذريعة لاي شخص حقيقة هو عم يمارس العمل التجاري وعم يتقاضى ارباح كبيرة، انه انا مثلي مثل غيري انا كمان صرت. بس اليوم سلمى يعني بتحس استاذ انه الشركات الكبرى او رجال الاعمال الكبيره ما انا مضطره اليوم تروح تنهي سجلك كرمال هاي انه تتهرب من ضرائب، اليوم العالم عم تروح تلغي كرمال الدعم وموضوع الدعم بشكل عام، يعني فاكثر فئه هي الرابعه اللي عم نشوفها اللي غير مستفيده اصلا من موضوع طبعاً. السجل التجاري يعني طب غير مستفيده من موضوع السجل التجاري اهمال ثقافه اهمال هو خلينا نسال سؤال استاذ، اليوم في مشاريع صغيره ومشاريع متناهيه الصغر وتم دعمها ومنها مشاريع الجرحى وغيرهم صحيح. ولكن قانونيا يستلزم هذا المشروع سجل تجاري تماماً. كيفيه التعامل مع هذا النوع من السجلات التجاريه، وخصوصا في بعضهم مثلا اخذ منح مليونين وثلاث ملايين، يعني اصلا القيمه الماليه اللي هو بلش فيها هذا المشروع هو قيمه صغيره صحيح. يعني حتى ما وصل للخمس ملايين اللي هو بيحطها بالبنك تمام. فخلينا نحكي كيف بيتم التعامل معهم قانونيا. هلا قانونيا كقانون سجل تجاري لا تفرقه كقانون. هلا هون احنا عم نحكي باعتبار هو الموضوع اجى بخصوص الدعم والاستبعاد من الدعم، هلا هون بيتم تسويه الامور عبر وزاره التجاره وزاره الجهات المختصه، بيتم استثنائهم طبعا، وصرحت الحكومه انه اي شخص فعلا هو كان موظف متقاعد عنده سياره سابقه او شخص فعلا هو من المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، نحن بيقدم البيانات تبعه، واذا يعني اي شخص فات على تطبيق الخاص بشركه تكامل وين عم يلاقي اسباب الاستبعاد، هل المعلومات غير صحيحه ام موظف، فهو في يفوت على بند انه المعلومات غير او البيانات المعلومات غير صحيحه ويقدم للجهات انه انا صح عندي سجل تجاري، لك انا سجل تجاري هي بدعم من الدوله بمكرمه من السيد الرئيس بمكرمه من السيده الاولى اللي فتحوا مثلا مشروع جريح وطن، هالقصص هي كلياتها اللي هي دعمت الاشخاص، دعمت المشاريع الصغيره، دعمت الاشخاص اللي ضرروا من الحرب واللي قدموا اغلى ما يملكون بهالسبب هذا. انا مجرد اني اقدم واثبت انا انه البيانات هي، انا ماني شركه كبرى، ماني شركه انا على مستوى عالي من الربح، حتى بيتم معالجه وضعهم بوزاره التجاره ويتم اعاده الدعم لهم وعدم تطبيق الاستبعاد. طيب استاذ اليوم هيك خلينا نحكي، انا السجل التجاري
شو هي المميزات اللي يكسبها للشخص يعني اللي حامله غير انه بموضوع التجاره؟ عم شوف يعني مطلوب هو بقصص كثير اليوم. انا اذا بدي طالع بطاقه صراف يعني احيانا عم مضطر انه يكون عندي شيء بالتجاري او هيك. هلا سجل تجاري، انا كتاجر عندي تعاملات تجاريه كبيره جدا، ليس على الأساس هو التعامل أو احتراف مهنة التجارة، لكن المشكلة هي أنه أنا كتاجر لا يمكن إضفاء صفة التاجر إلا لمن يملك سجل تجاري. يعني أنا كافة التعامل هي بدءا، خلينا نبلش من الناحية القانونية الحقيقية. لو أنا لما بدي أدعي أنا علي شخص، سواء كنت أنا مورد له موزع له، أنا كتاجر ما فيني أدعي صفة التاجر ما لم أكن أنا ملزم بإصدار سجل تجاري. هل صحيح يمكن إثبات العكس؟ أنا كتاجر ممكن أنا أثبت عن طريق البيانة الشخصية والأدلة القانونية أنه أنا تاجر من خلال احتراف العمل التجاري، لكن الميزات بحق لها سجل تجاري هي التعامل مع المؤسسات الدولية، مع الإدارات العامة، مع الأشخاص، مع الأفراد، مع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين. لا يمكن هي إلا عن طريق إصدار السجل التجاري اللي بحق لي فعلا عديد من الميزات اللي ممكن أنا أنتسب فيه لغرف التجارة، ممكن حق لي قروض، ممكن حق لي العديد من الميزات اللي عن طريق استصدار سجل تجاري. تمام. نعم، يعني بالختام بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الكل يكون استفاد من الزاويه القانونيه. اهلا وسهلا، نورتنا وصباح الخير لك. يسعد صباحكم كل خير يا رب. شكرا لك.